التعاونيه راهي على قدم وساق، راهي مهضره روحها كسوا من جهه البذور ولا من اسمده، يعني الاسمده السراعه تقريبا عندنا 74,000 اللي ما بين ولايه الطارف وولايه عنابه اللي راهي موجوده وحاضره تستنى غير في مولاها بايزار. احنا ننتظروا من النداء من هذا المنطقه من هذا يعني التعاونيه، على الاقل الفلاحه راهم موجودين رواحهم. كان هناك عقد ممضي من طرف مديريه المصالح الفلاحيه، المديريه المركزيه لوزاره الفلاحه، وكذلك تعاونيه الحبوب والبقول الجافه بتوفير ما يقارب من اكثر من 30,000 قنطار من الحبوب. لحد الان نظرا لتساقط كذلك الامطار الخير، بشر الفلاحين في عمليه الحرث ما يقارب 5400 هكتار، وتم زراعه 85 هكتار من صنف الشعير. على مستوى التعاونية كذلك راهي موفرة جميع البذور بكل أصناف مختلفة، كقمح صلب لين وشعير، كذلك الأسمدة راهي متوفرة سواء العميقة أو الأزوتية. فيما يخص آلات الحرث راهي متواجدة على الميدان، وذلك كل هذا من أجل الوصول إلى تطلعات الفلاحين.